39% نسبة خط الفقر في نينوى بحسب وزارتي التخطيط والعمل، هذا ما أفصح عنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أثناء زيارته لمحافظة نينوى، مؤكداً دور وزارته بمساعدة أهالي المحافظة والمنكوبين منهم وفق الإمكانيات التي تتمتع بها الوزارة، بالرغم من عدم إقرار موازنة عام 2020. مع الأسف مؤشر لدى وزارة التخطيط ووزارة العمل مؤشر خط الفقر يصل إلى 37 إلى 39%. طبعا هذا يعني بسبب الظروف اللي مرت بالمرحلة الماضية على هذه المحافظة. دورنا ومسؤوليتنا أن نحاول نساعد أهل الموصل قدر ما تستطيع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. محافظة ضررت كثيرا، فمسؤوليتنا واجبنا أن نصل أهل الموصل وأن نقدم شيء وفق الإمكانات المتاحة. تعرفون الآن موازنة 2020 لم تقر، وتخصيصات مالية جديدة لا توجد من قبل وزارة المالية لأنه لا توجد موازنة أصلا. من جانب آخر، أكد وزير الصناعة منها العزيز خلال مرافقته لوزير العمل بأن نينوى ضمن الخطة الثانية للوزارة، والسبب يعود لتدمير بنيتها التحتية بشكل كامل، كما أوضح بأن مشكلة المحافظة الأساس موازنة عام 2020 والتي لم تقر حتى الساعة. الكل يعني ما يخفى عليها موضوع التدمير اللي حاصل للمصانع والمعامل في محافظة نينوى. محافظة نينوى من المخلعين أو محطوطين على المرحلة الثانية أو متوسطة المدى في الخطة مالتنا. السبب أنه التدمير اللي بيها هو تدمير بنى تحتية كاملة. مشكلة الموصل هي مشكلة تمويل. يمكن سبقني زميلي معالي الوزير بأنه مشكلتنا هي بالخطة الاستثمارية. الخطة الاستثمارية عدم إقراره في 2020 عطل أو أخر شوية هذا الموضوع. منذ تحرير نينوى عام 2017 وحتى الآن، زيارة المسؤولين إليها لا تعد وبالجملة، ولكن تطبيق أقوالهم لم تنفذ على أرض الواقع كما يراها مراقبون. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.